عندنا لسه اكيد كلام كتير جدا عن الكره المصريه، ويعني خلينا نقول وافريقيا، والمنتخب كمان اتكلم عن كاس امم افريقيا والنهائي وغيره وغيره من الملفات المهمه طبعا، والنادي الاهلي والاستعدادات لمباراه شباب لوزداد تحديدا وغيره كمان من الملفات. خلينا نقول اللي بيطلق عليها البعض الشائكه. كل ده خلينا نرحب في البدايه بس مع كابتن ايهاب جلال نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق. صباح الهنا. صباح الخير كريم. صباح الفل. صباح الفل منورنا. الله يخليك. شكرا. تعالى نبتدي بماتش النهارده النهائي نيجيريا وكوت ديفوار، ورؤيتك للماتش ده هيسفر عن ايه في الاخر؟ يعني بص، طبعا بطوله افريقيا كلها فيها زي ما حضرتك قلت كده في حاجات شائكه جدا فيها مع كل الاحداث يعني. صحيح. انما انا شايف طبعا كوت ديفوار كانت خارجه بره خالص، كانت خرجت بره اصلا. لو كانت المغرب سوري الجزائر كانت عدلت ماتش واحد نقطه واحده خدتها كانت هي اللي دخلت. انما مباراة النهارده هتبقى صعبة جدا. أنا شايف إن نيجيريا، بالنسبة لي أنا نيجيريا هي اللي ممكن تكسب البطولة، رغم إن هي بتلعب في كوت ديفوار والجمهور عامل الجمهور طبعا، إنما برضه ممكن تحصل أحداث غريبة شوية إن ممكن كوت ديفوار تكسب واحدة، يعني فرقة جاية من بره خالص يعني روحوا. أصلا غريب إن كوت ديفوار يتقال عليها إن هي جاية من بره خالص، لو بصينا لتاريخها هنندهش قوي من الواقع ده. طبعا إنما بدأت وحش جدا، بدأت أول مباراة كسبتها، اتغلبت تاني ماتش وتالت ماتش اتغلبوا الماتشين كانوا وحشين جدا جدا، واتغلبوا 4-0 من غينيا الاستوائية. طبعا كان عندها مشكلة، المدرب بتاعها مشوه، خرجت بره، روحوا البيوت، روحوا، ولما الجزائر ما صعدتش راحوا مرجعينهم تاني مع مدرب اللي هو المساعد بتاعهم، مساعد المدرب. فطبعا المباراة النهارده هي هتبقى مباراة حلوة، مباراة كويسة، وهم ابتدوا لما عارف انت يا كريم لما فرقة تطلع بره خالص وتخش تاني خلاص بتفرق الحياة، قعدتهم الحياة فعلا، وهيبتدوا وابتدوا هم يبقوا كويسين، يعني هم ابتدوا في الماتشات كل مباراة يكسب 1-0 بس، انما هم ماشيين يعني إلى حد ما برضو ماشيين كويس مع الراجل المدرب بتاعهم الجديد. انما نيجيريا من أول لما دوري المجموعات وهي ماشية كويس قوي، يعني شايف ان نيجيريا عندها حارس مرمى جيد جدا، لعيبه كويسه جدا، انما مشكله الكوت ديفوار ما عندهمش غير 3-4 لعيبه هم الكويسين بس. حارس المرمى ضعيف جدا، يحيى فوفانا يعني ضعيف جدا، هو طويل جسمه كويس انما تحس ان هو مش قوي، يعني مش 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 قوي جسمانيا، تحس ان هو مخلع كده هو واقف في الجون. انما حارس مرمى نيجيريا حارس مرمى جيد جدا، ماشي في كل البطوله من اول بطوله لغايه المباراه النهائيه ماشي كويس قوي. طبعا دايما حراس المرمى هم اكتر ناس بياخدوا عين حضرتك. طبعا ان برضو انا بحلل المباراه، بتفرج برضو انت عارف يا كريم، بتفرج مش زي الجماهير يعني. أكيد بتفرج أكيد. انا من شق تحليلي شويه واقع خبرتك. يعني مثلا يعني في الجون ده كويس قوي، يعني ممكن لو في مشكله بالنسبه لكوت ديفوار هتبقى بالنسبه لحارس المرمى وبقيه الفرقه، لان هم ما عندهمش غير 3-4 لعيبه هم اللي كويسين قوي بس. انما وحارس المرمى ضعيف جدا، انما نيجيريا هتحس ان هم السكواد اقوى يعني. السكواد اقوى جدا، لعيبه كويسه جدا في كل المراكز، لعيبه كويسه، حارس المرمى جيد جدا، فالمباراه النهارده هتبقى صعبه جدا. انما ممكن كوت ديفوار تكسب برضو، الواحد ما يعرفش برضو. لكن الارجح هي كفه نيجيريا. كفه نيجيريا بالنسبه لي انا طبعا، لان هي بادئه كويس قوي ومستواها متدرج كويس، انما واحده فرقه جايه من بره خالص ابتدت تعيد حساباتها وتمشي كويس معقوله شويه، انما مش زي نيجيريا. نيجيريا تحس ان فرقه تقيله، فرقه تقيله جدا، انما عامل الجمهور هو ممكن يساعد كوت ديفوار شويه، ورئيس الجمهوريه هيحضر، ويعني في يعني احتفاليه كويسه جدا ممكن كوت ديفوار تعبر عن نفسها، ممكن الواحد برضو ما يعرفش. انما انا شايف ان نيجيريا على الورق نيجيريا احسن كتير. كلام محترم. طب بما ان احنا اتكلمنا عن حراس المرمى، تعالى كده نروح للبطوله وتقول لنا كابتن ايهاب مين اكتر حارس مرمى شايفه الاقوى بغض النظر لو كان ده اختيارك على نيجيريا يعني، ومين كان من وجهه نظرك مفاجاه في المستوى؟ مستوى كويس ان هو كان وحش او حلو؟ يعني برضو مستوى نيجي من الاول خالص، الشناوي برضو كان نفسي كان يبقى يدي مردود احسن شويه. يعني انا الشناوي لان هو برضو الشناوي ليه اسم كبير طبعا، ورقم واحد وبرضو من حراس المرمى الجيدين جدا في افريقيا، انما الفرقه كلها فرقه مصر ما كانتش بالمستوى اللي هو كويس ان هي تساعد الشناوي يبقى كويس.